مشاهدي الأفاضل، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية استهلها بالعناوين. الإريتريون في الخارج يواصلون الاحتفال بعيد الاستقلال. الدراج ناتنائيل ثانيا في الجولة الثالثة من سباق أدرياتيكا لونيكا. فرع البنك التجاري في عدو أجري يقدم خدمات بنكية جيدة. عدد من القتلى في هجوم على كنيسة جنوب غربي نيجيريا. عشرات القتلى في انفجار كيميائي ضخم هز مخزنا ببنغلاديش. الصين تطلق مهمة مأهولة جديدة لبناء محطتها الفضائية. السلام عليكم ورحمة الله. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط أظهرت إصابة مواطن واحد من مايتماناي بفيروس كورونا. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9768، شوفي منهم 9653، وتوفي 103، فيما يتلقى 12 مصابا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 6 يونيو 2022. احتفل الإريتريون المقيمون في مومباسا الكينية بذكرى الاستقلال 31. أوضح المواطنون أن احتفالهم بعيد الاستقلال كأسرة واحدة بعيد إريتريا مؤكدين على تحديد العهد أو تجديد العهد للتصدي بتمتين وحدتهم وتنظيمهم. وتخلل الحفل مناشط ثقافية وفنية. وكان الإريتريون المقيمون في نيروبي الكينية قد احتفلوا مسبقا بعيد الاستقلال. حل الدراج الإريتري ناتنائيل تصفاصيون البالغ من العمر 23 عاما عضو فريق درون هوبر أندروني جياكاتولي الإيطالي ثانيا في المرحلة الثالثة من سباق أدرياتيكا لونيكا الإيطالي الذي جرى اليوم. وأنهى الدراج الإريتري ناتنائيل سباق الجولة الثالثة التي بلغت 141.13 الكيلومتر متخلفا ب 25 ثانية عن الفائز بالجولة الإيطالي جوفاني كاربوني الذي قطع مسافة سباق الجولة الثالثة في 3 ساعات و25 دقيقة و37 ثانية. وكان الدراج الإريتري ناتنائيل تصفاصين قد فاز أمس بالجولة الثانية من سباق أدرياتيكا لونيكا الإيطالي. بهذه النتيجة احتل الدراج ناتنائيل المركز الثاني في منافسات القميص الأصفر. المرحلة الرابعة من سباق أدرياتيكا لونيكا الإيطالي ستجري غدا لمسافة تمتد ل 164 كيلومترا ونصف الكيلومتر. هذا ويشمل سباق أدرياتيكا لونيكا 5 مراحل. يقوم فرع البنك التجاري في منطقة عدو أجري بتقديم خدمات بنكية جيدة مصحوبة بتقنية الحاسوب لتأكيد توسيع الخدمات بما يرضي الزبائن. وأوضح المدير التنفيذي للبنك سيد يوسف تسفاي أن البنك عزز من قدراته المهنية والمعدات الحديثة التي ساهمت في التوسع والتي كانت محصورة في خدمات الادخار فقط إلى خدمات الحوالة والأموال المتحركة، ويعمل لتقديم خدمات سريعة ونشطة. وذكر أن البنك يقدم الخدمات لأكثر من 50,000 مستخدم، وأن أسلوب العمل الشبكي الذي أدخل خلال الأشهر الماضية لفتح خدمات الحوالة يسهم في تلبية طلبات الزبائن بهمة ونشاط. وأشار إلى تزايد أعمال تحويل الأموال والتسعير عبر البنك التجاري، وهذا خير دليل على ارتفاع الوعي والثقة بالخدمات البنكية، داعيا الزبائن للدفع بقوة بخدمات التحويل وخدمات الشيك الآمنة. وشكر المستفيدون من خدمات البنك المدخل حديثا لحل مشكلة استقبال الأموال المرسلة من الخارج عبر عملية التحويل. جدير بالذكر أن معظم زبائن البنك التجاري بعد وقري هم من سكان مديريات مندفرة وعدخالة ودباروة وعرزة ومنحيلي ومايتمناي أو مايمني عفوا. قام أعضاء الجمعية التعاونية للدفعة الأولى من الخدمة الوطنية بنفير تنموي يوم 5 يونيو في ميدمنة لإنجاح الحملة الخضراء. وشمل النفير بناء المدرجات الحوضية بهدف المساهمة في الحملة الخضراء التي تنتظم البلاد. أوضح أعضاء الجمعية بأن الشعب الإريتري ماض على العهد والمبدأ دوما ولا ينتكس أبدا، مؤكدين القيام بالرعاية اللازمة للأشجار التي غرسوها لضمان نموها.
وقال ميكائيل محاري المصاب بإعاقة أثناء الدفاع عن السيادة إن الوطن الذي تحققه وتم صيانته بتضحيات كبيرة سينمى بأعراق أبنائه الأبطال. وذكر مسؤول فرع سلطة الغابات والحياة البرية في الإقليم الأوسط السيد إبراهام تخلو مشاركة 8 مؤسسات إضافية في النفير التنموي فيما يدمنت هذه السنة مع 19 مؤسسة حكومية واتحادات وجمعيات شاركت في النفير التنموي العام الماضي. دعا مكتب التعليم في مديرية السلعة كافة قطاعات المجتمع للعمل للاستفادة الجيدة من المدارس في المديرية إلى جانب جهود توسيع وتطوير التعليم. أوضح مسؤول التعليم في المديرية الأستاذ محمد صالح محمد انتقال الكثير من المدارس من الرواكيب إلى المباني الحديثة، لكن تدني الوعي التعليمي وعدم تجمع القرى وبعد القرى عن المدارس تسبب في خفض المشاركة في التعليم. وذكر مسؤول التعليم في إقليم الكاشبركة الأستاذ محمد علي إبراهيم أن الجهود الجارية في مديرية سلعة تعكس سياسة الحكومة المانحة الأولوية للريف النائي، وإن مختلف البرامج تنفذ لتقليل المصاعب المؤثرة على العملية التعليمية من بعد القرى وغيرها. ودعا مدير مديرية السلعة سيد وئيل محمد علي الجهات الحكومية للمساهمة في جهود التوعية وإزالة معوقات تطوير وتوسيع التعليم. بعد الفاصل سيدتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. قالت الحكومة والشرطة في ولاية أوندو في جنوب غربي نيجيريا إن مسلحين هاجموا كنيسة كاثوليكية ما أسفر عن مقتل الكثير من المصلين وإصابة آخرين. ووقع الهجوم في مدينة أوو في جنوب غربي نيجيريا والتي هي بمنأى نسبيا من هجمات الجهاديين والعصابات الإجرامية النشطة في مناطق أخرى من البلاد، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي لم تعرف حتى الآن دوافعه وعدد القتلى الذين سقطوا فيه، لكن الرئيس محمد بخاري دان جريمة قتل المصلين شنعاء. وقالت الناطقة باسم شرطة الولاية إنه جرت مهاجمات الكنيسة بالأسلحة النارية والمتفجرات ما أسفر عن مقتل عدد غير معروف من المصلين. وتشهد أجزاء من شمال غربي نيجيريا وشمال وسطها هجمات متزايدة من عصابات مدججة بالسلاح تدهم القرى وتستهدف بلدات ومدارس حيث تنفذ عمليات خطف جماعي. قضى 49 شخصا على الأقل جراء حريق أدى إلى انفجار كيميائي ضخم في منشأة لتخزين حاويات الشحن في بنغلاديش وفق ما أعلن مسؤولون، والحصيلة مرشحة للارتفاع نظرا لأن عدد المصابين تخطى 300 شخص بعضهم في حالة خطرة وفق مسؤولين. وتولى متطوعون نقل الجثث من داخل المنشأة حيث تناثر حطام الحاويات. وقال شهود عيان إنهم شاهدوا جثثا لم يتم سحبها بعد في المنشأة التي تضم نحو 4000 حاوية غالبيتها لتخزين الملابس بانتظار تصديرها إلى تجار تجزئة غربيين، والتي تقع على مقربة من ميناء شيتاغونغ الجنوبي الكبير. واندلع الحريق في سيتاكوندا على بعد نحو 40 كيلومترا من شيتاغونغ حيث انفجر عدد من المستوعبات التي تحتوي على مواد كيميائية. وبعد الحريق انفجرت مستوعبات تحتوي على مواد كيميائية وحاصرت النيران عمال إطفاء ومتطوعين وصحفيين، فأصيب أشخاص وتطاير الحطام. وهز الانفجار مباني سكنية تبعد كيلومترات عدة عن المنشأة. أرسلت الصين إلى مدار الأرض مركبة تحمل 3 رواد إلى محطتها الفضائية، والمقرر أن تكتمل بحلول نهاية العام مع دخول إنشائها مرحلة محورية. وفي بث مباشر عبر التلفزيون الحكومي يظهر صاروخ من طراز لونغ مارش 2F ينطلق من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين حاملا شينتشو 14. وبدأ بناء المحطة الفضائية العام الماضي بإطلاق أول وأكبر وحداتها الثلاثة تيانخي التي تضم أماكن معيشة رواد الفضاء الزائرين. وستطلق الصين الوحدتين وينتيان في يوليو ومينغتيان في أكتوبر للالتحام مع تيانخي لتشكل هيكل على شكل حرف تي. مهمة شينتشو 14 معركة محورية في مرحلة بناء محطة الفضاء الصينية، وستكون المهمة أصعب وستكون هناك مشاكل أكثر كما ستكون التحديات أكبر.
وصممت المحطة الفضائية لتعمل لما لا يقل عن 10 أعوام. ضربت عواصف رعدية عنيفة فرنسا ما تسبب في مقتل شخص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح، بينهم 2 في حالة خطرة بحسب السلطات، لكن حدة العواصف ستنخفض على ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية. وأفاد مصدر في مكتب رئيس بلدية هذه المدينة الواقعة غربي باريس أن امرأة في الثلاثينيات من عمرها لقيت حتفها بعد أن جرفتها المياه وعلقت تحت سيارة في روان. وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة إنذار برتقالي في المقاطعات 25 التي لا تزال معنية وتقع بشكل رئيسي في شمال شرق فرنسا. وفي بعض المناطق تجاوزت سرعة الرياح 100 كيلومتر في الساعة. ختاما سيداتي وسادتي لنشرة أخبار هذا المساء، أعود فأذكر بعناوينها. الإريتريون في الخارج يواصلون الاحتفال بعيد الاستقلال. الدراج ناتنائيل ثانيا في الجولة الثالثة من سباق أدرياتيكا لونيكا. فرع البنك التجاري في عد وغري يقدم خدمات بنكية جيدة. عدد من القتلى في هجوم على كنيسة جنوب غربي نيجيريا. عشرات القتلى في انفجار كيميائي ضخم هز مخزنا ببنغلاديش. الصين تطلق مهمة مأهولة جديدة لبناء محطتها الفضائية. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.